العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. يعني وقت إلى معربات كسي أنا وعبولي بوينوا هاتي نسر تابعي معربات، توابعي معربات. جاء توابع كان بينجن وليه كم يان تأكيد لو بينجان ما تأكيد بلهم وأن يناوى. قال والتوابع يعني التوابع يعني هذا مبحث التوابع وهي خمسة وعشرين بينجن تأكيد أو التأكيد وكشوف جاءني زيد نفسه يعني زيد هاد خوي هالخوي هاد أو نفس التأكيد معنوية وزيدك والرجلان يعني جاءني الرجلان كلاهما هردو كان أو كلا تأكيد تسنية كردوك الرجلانية والقوم كلهم أجمعون يعني جاءني القوم كلهم هم ينات بتكره وجب تأكيدا تأكيد معنوي ولا تؤكد بها النكرات وبم ألفاظ معنويانا يعني بم نفس كلا وكل أمانة كتب لتأكيد معنوي يا بكارب لأن كيران بها تأكيد ناكره أشياء حتما مؤكدة كمعرفة به. أقول لما فرغ من باحث المعرب شرع في توابعه وقت يكليبو ولما باحث معرب شروعي كربا بحثي توابع معرب وهي خمسة أقسام الآن بينجن الأول لبينجا كان التأكيد تأكيد وهو على ضربين أو إذا سردو بشا لفظي ومعنوي تأكيد لفظي وتأكيد معنوي يعني لما تنكا باسي تأكيد لفظي نكرا أما لفظي كمان بو باسكا بلاوة فاللفظي تكرير اللفظ الأول به أو بمرادفه يعني اللفظي أبيت تكرار لفظ أولك جا هرب لفظ أولك تكرار كتو يا بها ورديفها ومعناكي جاء ويجري ذلك في الاسم أم تأكيد اللفظ إلا اسم جاري أبي وكبر جاءني زيد زيد وبهرب تأكيد لفظك خوي بوا يا لفعل شعبه وكو ضرب ضرب زيد دوجان وفي الحرف الفرق وكو إن زيدا قائم مثلا وفي الجملة إلى جملة قام زيد قام زيد وفي الضمير وكو ما ضربني إلا أنت أنت الضمير يعني كذا من ندى تونبي ومررت بك أنت وبو مرادفك يأتي هاوتي تكرير اللفظ الأول به أو بمرادفه يساء أنت وكافك معناك يعني والمعنوي تأكيد معنوي إنما يكون بألفاظ مخصوصة أو بكو مال اللفظ تايبد أبن وهي النفز والعين وكلا وكلتا وكل وكل وأجمعوا وأكتعوا وأبتعوا وأبصعوا أما اللفظ كان نفسه وعينه وكلاه وكلتاه وكل أمانيت جميع بيتاكيد أجمع وأكتع وأبتع وأبصع فالأول أعني النفس والعين لفظية كم كالنفس عينك يا إنما يؤكد بهما المفرد والمثنى والمجموع من المذكر والمؤنث هو عام من بوتأكيد مفرد مثنى مجموع لمذكر ومؤنث يعني بيتاكيد أكري وأي باشا شو النوع عقل نوع جاكين ولا ويميز بين نوع ونوع آخر باختلاف صيغتهما وضميرهما بالجاي أخري لنواي نوعك ونوعك تر لو أنا لو مفرد مثنى ومذكر ومؤنث وأنا باختلاف صيغة كانوا بضميرش باشا يعني جاي لواي اختلاف صيغة كبا عيسى بك توب زانية ومثلا مفردة تسنية جمعة وجاي لواي شيء الله ميركاني يعني بالله ميركاني يعني لندرك به وكو جاءني زيد نفسه شون كزيد مفرد مذكر نفسه هو علي يا عينه اسا اقبى جاي زيد هند به بلاي جاءتني هند نعجي نفسها عينها اواج اقر تسني به والزيدان والهنداني انفسهما واعينهما ظاهرا ليرا لقل اوي كوا مؤكدك كزيدان والهنداني لقل اوي كأو تسنيشا بلام نفسك بجمعهاتوا حالبي جاري وياه مثلا تسنيي كره تاكيدي تسنيه بجمع جكري لدويه توزيع يدين هو ولب هما كاك انفسك اذا فكر ولا هما ابوا زيك او تسنيه أو. يا الزيدون انفسهم واعينهم يا سامس الزيدون جاءني الزيدون انفسهم واعينهم بواء زانين يساء الزيدون مثلا دودان قرينيه هيك انفسك جمع يا الزيدون جمع او لقل مناسبه إيش يعني إذا ذكر ولا ضمير جمع مذكر كهما كيا والهندات أنفسهن باشا بلاميرك يا عزائن بلاميرك فرق سوا أنفسها وهنداتك بلام بلاميرك كهن يا
جوازي دانا ولا بين جمع مؤنث وجمع مذكر ده واعينهن اي باش بوشي لمسناسيق كجمع كلام مثلا بوشي نيود والزيداني والهنداني نفساهما أو بتسني بيوتاي على وإنما جمعت الصيغة في المثنى لأنها مضافة إلى الضمير التثنية شنك صيغة جمعك هي نفسك خو إذا فكرة لا ضمير تثنية لخو معلوم شو والمثنى إذا أضيف إلى مثله مثنى أجر إذا فكرة ولا مثنى يجوز أن يجمع جائزة جمع كره بوشي جائزة للأمن عن اللبس باشا شنك أمين لا التباس مثلاً إذا كان التباسي تسليماً بنابه بجمعه لبرو أجر أنفسك أو خات خيال معنو هما كا كرامي تسنية لا يبا عربي كقول تعالى فقد الصغار قلوبكما يعني خواي قولي لي را لقلدو كسيتي كحزرتي عائشة وحزرتي حفصة رزاي خواي النبي يعني إتاو صغت مثلاً نيفرمو فقد صغى قلباكما ده النفر يا خواي قلبك هي عربي شون آياتي يعني بو هیچ کسی دو دلمان دروز نکرده دیکواته ای بو قلوبی و تو لبروشون مسنا اگر ایزا فکری ولی مسنا دروس جمعی که تو لبروی التباق لارادانی باش البته یک شده هی لیوا اگر مزافکا لحالک وقع مزافکا جزء اقبیل مزافون الیه اکا و تک جزء اجبی تک جزء بی مثلا هاي قلب نية جزءك لكما لمزاف لك القلب جزءك لوان لحالك كجزءك إيشة تك جزء إيشة شون هر إنسان قلبك هي زيادة لقلبك نية ألو كاتع ودرستا حاربي مثلا أجر إما لنا زرقرين لهنا أو آيات من هي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيدي دس يعني ببرنا وبعشا جائسة أيديهما أيدي أجب جمعته قاعدة إيراد دقرن لسلوة علينا أشياء وبجمعناتها شونك الدس تكجزء نية لإنسانك بلا يجن أها الروايات كتير قراءات كتير هي بجي أيديهما أيمانهما أيمان جمع يمينة هر إنسان يقدس الراسي هي إيسا أقر أيديك إما بس هر منزول دس راسك هي بخاطر أويا منزول منظوري يقداني أبو يكاني بوشي وهاتو أو حاربي أين أقل سورة كان مزافقة جزء النبي مثلا يسا بره بره جاءني بره هدونا فراني دو عبديان هيا أشبه جاءني عبداكما هنا نا بج عبادكما لبرو عبدك جزء أقل هنا كلا ما بعدكين الثالث والرابع سهمين وشارمين ما لو لفزانا أعني كلا وكلتا كلا وكلتا لا يؤكد بهما إلا المثنى حشتكي بيتا إهنا كريم مثنان به فيقال جاءني الرجلان كلاهما يا مثلا والمرأتان كلا يعني جاءتني المرأتان كلتاهما والبواقي باقي كان كبريتيبون لا كل أجمع أكتع أبتع أبصع إنما يؤكد بها غير المثنى غير مثنى يعني حتى مفرد شان بيت أكيد ذكره أعني المفردة والمجموعة من المذكر والمؤنث مفرد ومجموع شو مذكر وشو مؤنث بيت أكيد ذكره ويميز في كل باختلاف الضمير لكل جياتي أخرى باختلاف ضميرك مثلا أقر مفرد الله كله جمع بي الله كلهم مثلا أقر جمع مذكر جمع مفرد مؤنث الله كلها جمع مؤنث ولا كلهن وكو مثلا تولي اشتريت العبد كله ماشي يعني عبدك مهم وكري اقرب جاء عبدك جاريه بي علي اشتريت الجاريه كلها يا مثلا جاء القوم كلهم اقر جنان بي علي جاءني النسوه كلهن او جاءك وابو كل وايه اي بو او اجمع اكتع ابتع ابصعت ياك على كاكا وفي البواقي باختلاف الصيغة باشا باختلاف الصيغة مثلا أقول لي ولا اشتريت العبد أجمعه وش تمكري حربي أقر تسني بي خب أجمعاني مثلا يا أجمعيني
أجر جمع بيها مثلاً علي أجمعونا أجمعينا أوا بومو أنا زلي جمعاء البتة أو يكشف من النبي نشلي وأجر بكل كلمة تأكيدي مفرد بكينه وعشان مفردك داري أجزابي أجزاء اعتباري زع عبد داري أجزاء أكري كبرى دان عبد يك بكره باشا مثلاً بشوار نفر عبد يك كره مثلاً يكيد داموني يك أو حرب وفي البواقي باختلاف الصيغة باقي باقي وكو اشترت العبد أجمع وليئت أو أكتع أبتع أبصع تابعي أجمع كان بتني أخوان بكان أبري اشتريت العبد أجمع أكتع أبتع أبصع والجارية جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء وجاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون يا جاء النسوة جمعوا جمع جمع جمعاء حربي جمعوا كتعوا بتعوا بصعوا آوى باش أي وشي مصنف باسي تأكيدي لفظي نكر توخوت باسي نكر علي وإنما لم يذكر المصنف التأكيد اللفظي بويا مصنف تأكيدي لفظي باسي نكر لأن التأكيد الحقيقي هو المعنوي شكل الراسية تأكيدي حقيقي همان معنوية وإنما ذكر من ألفاظ المعنوي بعضها للاختصار وبويا جل ألفاظ معنوية كبرك يعني ذكر كر لبر اختصار مختصري واكتفى بالنفس عن العين مثلا اكتفى بالنفسك كر ولا عينك عينك انه وش الاشتراكهما في جميع الاحكام شنو هم احكام هناك وبكلا عن كلتا واخوي باراسو بذكر كلا لكلتا لاشتراكهما في تاكيد التثنيه شنو كان مشترك لواك تهرك تثنيا بتاكيد ذكر با هي كان مذكر وتي مؤنث به وذكر الكلا وبو انت كل ذكر كل اختصاصه باختلاف الضمير من بين اخواته لبروا أم تايبتها لناو أخواتيا باختلاف ضمير يعني لفظك هر كله ولي باختلاف ضميرك معلوميك كأم بو تأكيد مفردات ويا بو جمعات ويا بو مذكر يا بو مؤنس واكتفى بأجمعي نعم بقية ألفاظي وبو بقية ألفاظ فقد أجمعين كي ذكر كردوا لاشتراكي ما في جمع الأحكام شكو أحكامين همويك وقوله لا تؤكد بها النكرات وأخوتي بم ألفاظ نكرة تأكيد ناكري يعني بالتأكيد المعنوي بتأكيد معنوي بار كوتا تأكيد معنوي لنكيرا ناي عوا يعني بألفاظي تأكيد معنوي نكيرات تأكيد ناكري لأن البحث فيه بوشي وارن شنك بوشي على منظور تأكيد معنوي شنك بحثك لتأكيد معنوي لأن البحث فيه باشا سبب كيشي وسببه أن هذه الألفاظ معرفة أم لفظان أخوان معرفة فلو وقعت تأكيدا للنكيرة أجر بيتو بكري أنا تأكيد بونا كير لا تناقض الكلام حربي كلامك أدش بياك بس بوش إذ المؤكدو حينئذ يقتضي العمومة شن مؤكدك تأكيد كلا وش شن نكيرة يا اقتضاء عمومك ولو المؤكدو كبريتي لا لفظك الخصوصة اقتضاء دي خصوص عموم شون كونيك يعني شون خصوص تأكيد عمومي بياك دي واعلم أن أكتع وأبتع وأبصع كلها بمعنى أجمع ومعنى أجمع عادل وأنها لا تذكر بدون أجمع إلا على ضعف وأوانها الجذب بأجمع بكار ناكرين مقرب الزعيفي ولا تتقدم عليه ولا ترتيب شا هيج وقت بيج أجمع نادرين وفائدة تأكيدي فائدة تأكيد يعني تأكيد بوكرين ولا أمن المتكلم من فوات عن فوات مقصوده أويك متكلمك أمين أبي لويك مقصودك بفوته أما في اللفظية أما لتأكيد اللفظية فلأنه إذا قال جاءني زيد مثلا فربما لا يسمعه المخاطب أول مرة جال ويا أول جار مخاطبك نايبيسي فيفوت مقصوده بس مقصودي كابراها فوته أما فإذا أكد أقر تأكيدك أمين عن ذلك أمين أبي لو فوتان وأما في المعنوي فلأنه تأكيد معنوي إذا فلأنه يعني أو شخصة أو كسا إذا قال مررت بزيد مثلا فربما يتوهم السامع لو أني سامع ووهمك أنه إنما مر بمنزله بلا منزلك يا الرويبي وقال مررت بزيد مجازا بمجاز مررت بزيد أما فإذا أكده بنفسه مثلا مررت بزيد نفسه يعلم مخاطب أزانيك أنه كأو متكلمة أراد الحقيقة إرادة حقيقتك ولا المجاز حربي ويحصل المقصود به ومقصودك في حاصل به موافق به إن شاء الله.